صلى على النبي عمرو عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي بيجي عند جمعه عندنا هنا من الاخوه الزملاء نجوم شاشه القناه الاولى اللي بنشوفهم متالقين على شاشه القناه الاولى والفضاء المصريه، بنختم ختام المعتاد بتاعنا من مزبيرو والابداع والرؤيه، كل واحد بيختم بطريقته. اما مع فارس من فوارس الاسلام، ربنا يخليك يا شيخ، وفارس القناه الاولى والشاب المتالق دايما، عايزين ختام حلو كده في نهايه الشهر الكريم، وختامها مع فارس من فوارس القناه الاولى. ربنا يخليك يا شيخ، وانا اللي مبسوط ان نختم رمضان واحنا معاك وفي ضيافتك حبيبي وفي برنامج رائع وجميل. لا انا بشوف البرنامج جميل جدا، بهنيك بصراحه داخل كل بيوت المصريين. خلينا ايه رايك نختم بدعاء؟ يس، يبقى أي أحلى حاجة ختام لشهر رمضان. أي حاجة منك حلوة يا عم رب. حبيبي يا شيخ، احنا ممكن نقول مع بعض؟ تفضل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، آمين، وتولنا في من توليت، آمين، وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. اللهم إنا نستودعك رمضان، آمين، ألا تجعله آخر عهدنا، وعده علينا أيام وسنوات معدودة يا رب العالمين، آمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا معتقين من النار، آمين، مغفورين مرحومين يا رب العالمين، آمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عنا، آمين. اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين، واجعل أيام العيد فرحة وبركة وسعد على كل الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع يا رب العالمين. كل عام وحضراتكم بألف خير، سنة يا رب سعيدة على حضراتكم، عيد سعيد ورمضان كريم من أجمل شيف وأروع مطبخ وأكلة أمي. كل سنة وحضراتكم بخير، كل سنة وحضراتكم بخير يا شيف. شكرا.